والله بخير حبايبنا، كيف احوالكم؟ عساكم طيبين. يا مرحبا وسهلا. حاليا في العريمي بوليفارد، جائزه العريمي بوليفارد للابتكار. دعمني الله يخليك، دعمني. جائزه العريمي بوليفارد الابتكار، طبعا مسويين بيئه خصبه حاضنه للمبدعين، وفيها تقريبا مشاركين 60 مبتكر. الفئه الاولى فئه المدارس، الفئه الثانيه فئه طلاب جامعات والكليات، والفئه الثالثه الفئه العامه. طبعا مستمرين لمده اسبوع، وانا بمر بعد شويه عليهم، والاواحي اصور معاه ان شاء الله، بنصور يعني ونوريكم بعض الابتكارات الموجوده، واذا ما وحينا ان شاء الله دالنا فرصه بقي الايام القادمه خلال هذا الاسبوع. صور له، خلاص صورك. طيب وايش معكم الغالي؟ بالضبط على اساس انك انت تعرف انه اول حاجه اذا بسالك سؤال ويش تفكر قبل ما تدخل دوره المياه تسوي اول حاجه تغلق ويش؟ الحرارة. ليش تغلق الحرارة؟ من الاسباب اللي هو حدوث الالتماس. من الاسباب انه انت تعرف، نسمع دائما انه في هناك ناس توفت بسبب الالتماس. بالضبط. فتعرف انه في 2018 211 حالة وفاة بسبب الالتماس، والاغلب منهم فلتت اكبادنا الاطفال. فمن خلال هذا الشيء ابتكرنا احنا جهاز وقار. هذا جهاز وقار اللي هو مجرد تفتح صنبور الماء على طول يغلق لك الحرارة. جميل. وفي الجانب الاخر في حال صار تسريب التماس في اللي هو في من الحرار، على طول يغرق لك الحرار ويعطيك تنبيه صوتي وتنبيه ضوئي. جميل. وهكذا بشكل عام. جميل جدا الله. وصراحه يعني محتاجين مثل هذه الاشياء والله، لانه واجد احنا نسمع ذي الفتره، يعني نسمع انه التماسات خاصه الفتره الماضيه يعني. نعم. بس احيانا تشك نوفر للمستثمر، نوفر لستور خاص بكل منتج الهبوط، وشركة تكون في شركة توصيل خاصة لكل مستثمر. عن طريق هذا يكون لنا صفحة، تكون صفحة خاصة للمستثمر وصفحة للأجمل وصفحة للزبون. المستثمر يقدر يتابع أي منتج هو يعرضه معنا، يتابع هل هو مشتري أو بعده، ويكون يتابع كل التفاصيل الخاصه بالذاك. واحنا لنا نسبه معينه عن طريق هذه حلقه الوصل. ليش مسمينه قفير يعني؟ قفير هو يعني قفير يلم اشياء واجد. يعني منتجات كثيره ما محدود في معين. جميل جدا، يعطيكم العافيه. آمين. شكرا جزيلا. ان شاء الله. احسنتم. جميل. اسمه طلاء. طلاء. ايوه. في هنا يعني امثله مثلا كتجربه للمنتج، هذا البرايمر اللي موجود في السوق. ايوه. هذا اللي هو احنا سويناه. طبعا تشوف الفرق هنا، المسامات كثيره موجوده، وهذا بدون المسامات تحت المقهر مالنا، يبين اكثر طبعا تحت المنشار. ما يوضح سيدي. جميل جدا. طبعا هذا منتجنا الاولي كالماده الاساسيه، بعدين قلناه للبرايمر مالنا. هذا البرايمر متوفر في الأسواق. جميل، يعطيكم العافية. الله يعافيك. زين. صندلانة، ايش معكم من مشاريع؟ اهلا وسهلا. طبعا منتجاتنا مختصة بالعناية بقلو البلوش الأصلي. خبرة في صناعة القلو لمدة 10 سنوات. في عنا عدة منتجات اللي هو قلو البلوش وصابونة القلو بزيوت التفتيح وإزالة الحبوب من البشرة. وعندنا اللي هو سيروم القلو. وفي عندنا أيضا اللي هو قفاز صندلانة. طبعا القفاز يتفاعل مع الحرارة ويستخدم بدون صابون. وعندنا منتجنا الجديد اللي هو ما شاء الله. طيب قلو البلوش مو؟ قلو البلوش هذا تعرف الصندل؟ ايوه. احد مكونات قلو البلوش الصندل. ايلوك مع المبتكرتين بلقيس الحسني وهاجر الشعيلي، وش معاكن اخواتي؟ عندنا ايلوك اللي هو عباره عن انترنت مستخلص من مخلفات الكترونيه، يستخدم كبديل
التسجيل الجزئي بنسبة 15% من الاسم. فالحين عندنا اغلب او كل الاجهزة الالكترونية تحتوي على هذه الشريحة. جميل. فهذه الشريحة عملنا لها بروسيس معين، حولناها لاش، هذا هو الاش اللي هو الرماد. ايوه. فيمتاز هذا الرماد لانه يحتوي على عناصر موجودة في الاسم، فاستبدلناه بنسبة 15% من اسمه. يتميز هذا الاسم بانه ذات جودة ومتانة عالية، هو اقوى من الانترنت العادي ب 25%. ما شاء الله. ايضا اقل في السعر بنسبة 20%. جميل جدا، يعطيكم العافية. حياك الحبيب. حياك الله. يعطيك العافية. وش معكم الغالي؟ عندنا جهاز مبتكر عبارة عن اختراع، عبارة عن صيادة الكترونية. حلو. تهدف صحال المنزل والوزن. اللغير. اللغير. ايوه. زين. عم يدوروها لي. جهاز صديق للبيئة. جميل. عملية التمويه الضوئي. تمام. جهاز يشتغل بالطاقة الشمسية وعن طريق مصدر طاقة ثانية. نعم. ويصيد يعني السحالي هذه اللي في البيت. السحالي يستهدفها لمسافة المحيط 6 متر. بس السحالي؟ السحالي المنزلي. هالمنزلية. سبحان الله. والحشرات الثانية يعني ما يهتم. الثانية لا ما يهتم. بس وين سالفة؟ مصنع خصيصا للسحالي. سبحان الله. تعرف يعني ما محبب في البيت في الأماكن العامة. أيوة أيوة أيوة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصي بقتله. بقتله. يعني. لحمالها من المطاف. يعطيك. ترولي سبير. السلام عليكم ورحمة السلام الله. حياكم الله. معكم شركة طلابية رائدة تعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات. معنا موقع ويب سايت جمعنا فيه أغلب الموردين في منصة واحدة. عندنا عدة خدمات، خدمة الاستشارة المجانية، خدمة صيانة السيارات، خدمة الغسيل، والأخص قطع غيار السيارات اللي احنا مركزين عليه. اللي يميزنا الاستشارة المجانية. الاستشارة المجانية تقدر تضيف جميع معلوماتك، سواء مشكلة أو حبيت أنك تسوي كوتيشن كامل لبيع قطع غيار السيارات، بتروح لعدة مستوردين موردين لبيع قطع السيارات أو فنيين، بيوصلك أفضل جواب في أفضل وقت ممكن إن شاء الله. يعطيك العافية وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. حابين تعرفوا شيء؟ عبارة عن جهاز يقوم بتغذية أسماك استزراع السمكي أوتوماتيكي. فكرة الجهاز إن هذا الجهاز يستشعر إذا كانت أسماك جائعة أو لا، فلما يستشعر هذه الميزة يقوم بتغذية أسماك على حسب حاجته. جميل. إيش يميز هذا الجهاز عن الأجهزة اللي موجودة في السوق؟ هذا الجهاز يعمل عن طريق نظام اسمه إنترنت الأشياء. هذا الإنترنت الأشياء مصاحب بتطبيق. هذا التطبيق ما بعدين بعرضه. أيوة. وهذا هو الجهاز. أيوة. هذا الجهاز وهذا المستشعرات اللي موجودة داخل. زين. تطبيق تقدر تتحكم بالجهاز من أي مكان في أي دولة. أي اللهم الشرط الوحيد اللي لازم يكون إن جهازك أو تلفونك بس شابك بالإنترنت. وأتوقع أيوة. هذا ما شيء مستحيل موجود معنا. أيوة جميل جدا. العافية. وهذا هو التطبيق. شكرا جزيلا شباب. شكرا الله بنور. اهلا وسهلا. ابتكاركم غرسات اسنان. غرسات اسنان اول مصنع في الوطن العربي من هون في دنتال امبلانت بمواصفات اوروبيه. حكون اول مصنع في عمان من هذا النوع ان شاء الله. طبعا نحن نتميز بمواصفات المقاييس الاوروبيه. احنا راح نكون ان شاء الله افضل مصنع في القطاع من هذا النوع في منطقة عمان ان شاء الله. نتامل طبعا نكون اكيد طبعا النجاح. جميل جدا. يعطيكم العافيه وان شاء الله من نجاح الى نجاح استاذ. شكرا جزيلا لك. معنا ابتكار الساعه الذكيه. طبعا شوفوا هذا الابتكار مبتكرينه من فئة الصم. خلنا نشوف ونتابع. معنا ابتكار هو يذكر طبعا فكرة الابتكار. ايوه. فكرة الابتكار جاءت مدرسة المرة المدرسة طالب يسأل عن الجرس اللي هو لونه احمر. وش ما
وظيفته هذا؟ ذكرنا أن هذا وظيفته لإنذار وقت الحريق يسمعه الطلاب ويخرجوا. طبعاً قالوا الطلاب نحن صم ما نسمع هذا الإنذار. أيوة. بعد التفكير جاءت فكرة درس الإنذار بحيث أن يكون ساعة ليدنا صم. جميل. ترسل رسالة من مرسل يوضع جنب جرس الإنذار ويوصل إلى الساعة يترجمها إلى اهتزاز يشعر بالاهتزاز. يا سلام. ويتنبه الأصل. الله الله جميل جدا، يعطيكم العافية. وهذا هو الجهاز؟ طبعا الحين لو تلاحظ هو اللي طوروا الجهاز؟ نطوروا الجهاز بحيث أنه يكتب لك نوع التنبيه، مثلا الحين يكتب لك الحصة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. أيوة جميل، هذه الحصة الرابعة. أيوة أيوة أيوة. الحين يكتب لك مثلاً هتلاحظ الحين يستخدم نفس الشيء ممكن في البيت. أيوة. بحيث يكتب لك اللي هو ممكن يكتب لك إذا حد جاي لهم ضيف في الخارج. آه نفس الشيء يرسل لهم رسالة. إنه في حد جاي يعني بدل ما يسمعوا. ايش قال؟ طبعا يقول لك هو الابتكار الاول يعني. الابتكار الاول؟ ايوه في عمان. في عمان. ما شاء الله. تازين يا اخي، يعطيكم العافية. اخوان ما شاء الله. ايوه انا. طاقة الهجينة لإنارة الطرق السريعة، وش معك أنا خواجة؟ طبعاً احنا عندنا فكرة المشروع إن نصنع توربينات رأسية نخليه في منتصف الطرق السريعة، فحركة المركبات والحركة الرياح العادية قادرة على إدارة هذا التوربين لإنتاج طاقة كهربائية، غير كذا احنا ضفنا للمشروع اللي هو السولر، يعني الطاقة الشمسية. نعم. للطاقة. هذا الطاقة مصدرين، خزان البطارية، بعدها نستخدمها في إضاءة اللي هذا الإيتات الـ LED. فلما يكون يعني بدل ما نستخدم الإضاءة العادية اللي موجودة في الشوارع والسدة الاقتصادية المبالغ يعني الملايين اللي نحتاج عشان نشرب طاقة محطات الإنتاج، فنستخدم الطاقة الكهربائية النظيفة اللي هو ممكن نستخدمها في كل وقت. غير كذا هذه الليتات الـ LED كفاءتهن عالية، إضاءتهن كبيرة، هي صديقة للبيئة، صيانتهن طبعا تكون بين 4 إلى 5 سنوات عكس اللي هي المصابيح العادية. جميل جدا، يعطيكم العافية، ما قصرتي. الله يعافيك.